تدعمكم للندوة التعليمية عبر الويب، واحدة من سلسلة ندوات عم تقوم فيها ICM لزيادة المعرفة عند العملاء حول المؤشرات التقنية وحول أساليب تحليل السوق. عم شوف بعض الأيادي المرفوعة، بس إذا في أي من الأسئلة قبل ما نبدأ، إذا حدا عنده شي سؤال. اوكي تمام، لكن احنا اليوم اخترنا انه نتحدث عن اثنين من اهم المؤشرات التقنيه اللي بيستعملوها المتداولين في السوق، وهي معروفه عنا انه هي مؤشرات تذبذب، وهي بتعطينا تقريبا مقياس للزخم اللي موجود في الاسواق. فاخترنا اليوم نحكي عن مؤشر القوه النسبيه، او ما يعرف بالريلاتيف سترينث اندكس او الار اس اي، وايضا مؤشر ستوكاستيك او ستوكاستيك اوسيليتر. هود اثنين هن من اهم المؤشرات، وخاصه مؤشر القوه النسبيه. هن شغلتهم انه يقيسوا حركة السعر الحالية نسبة لحركة السعر السابقة خلال فترة زمنية معينة. طبعا نحن خلال وضعنا هذه المؤشرات على الرسوم البيانية بنحدد الإعدادات تبعها، وهذه الإعدادات هي بتشمل طبعا البيريود يلي هي الفترة الزمنية يلي نحن عم نقوم بالدراسة على أساسها. فرح نحكي هلأ عن أول شيء بدنا يعني نعطي مثل مجمل عن شو هي مؤشرات التذبذب، بعدين نحكي مؤشر قوة نسبية، بعدين ستوكاستيك، ومن بعدها راح نروح على منصة ميتا تريدر 4 لنقيم أداء هودي المؤشرات خلال الفترة الأخيرة في الأسواق، وكيف ممكن المتداولين يستفيدوا من دلالتها. راح أبلش بشو هي مؤشرات التذبذب. هي عادة بتكون مؤشر موجود تحت الرسم البياني، بنافذة تحت الرسم البياني. في نوعين من مؤشرات التذبذب، منها بتكون عم تتداول او عم تتحرك فوق خط، يعني بيكون في خط وسطي، وبيكون عم تتداول اعلى منه واسفل منه، ما بيكون في حدود للاعلى ولا للاسفل. وفي منها كمان بيكون طبعا في نطاق معين يلي هي موجودة في خلال مستويات معينة، مثل الستوكاستيك والار اس اي، هي بتتداول او بتتحرك ذبذب خلال نطاق بين 0 و 100، فهيدا نوع اخر. وفي عنا مثل طبعا سي سي اي اللي رح نحكي عنها في بالمستقبل باحدى اكيد الندوات عبر الويب، هي بيكون في خط وسطي، ومن هذا الخط الوسطي في تحرك للأعلى وفي تحرك للأسفل على قدر تحرك السوق. هي هذه المؤشرات تستخدم لاكتشاف ذروة الشراء وذروة البيع، يعني في متداولين بيستعملوها لاكتشاف الأوفر بوت وأوفر سولد أرياز نحن بنقلهم، اللي هن ذروة الشراء وذروة البيع. يعني صار السوق طالع بشكل كتير كبير، هون صار في ذروة بالشراء، وكمان صار السوق منخفض بشكل حاد جدا، كمان صار في ذروة في البيع. فممكن هيدا يخلق لنا مثل فرصة للتصحيح، بس كمان في هيدي واحدة من الطرق اللي تستعمل فيها، لأنه نحن في عنا مثل ما بنعرف في عنا أسلوبين للتداول. في عنا التداول بشكل عرضي أو العودة للمتوسط، الريفرسال تو ذا مين بنخلها، يعني بس يطلع السوق ينحرف من المتوسط يلي عم يشتغل عليه بصير في عودة لهذا المتوسط. وفي عنا النوع الآخر اللي هو المتداولين اللي بيشتغلوا على البريك أوت، يلي هي اختراق منطقة معينة أو نطاق معين عم نشتغل عليه لحتى يصير في عنا حركة اتجاهية في السوق. فطبعا كمان في بعض المتداولين بيقدروا يستعملوا هودي المؤشرات كمان لا يدخلوا بالحركة الاتجاهية الموجودة في السوق. بس هي غالبيا بطبيعة عملها هي انه المتداول بيشوف وين ذروة البيع وين ذروة الشراء، وبيقوم بعملية معاكسة للعودة، يعني بيكون عم بيهدف هو انه يدخل بعملية التصحيح يلي عم بقوم فيها السوق. هذه المؤشرات بتكون اكثر فائدة مثل ما حكينا، يعني هلا عم نحكي لما يكون السوق عم بيتداول بشكل عرضي. يعني نحن في عنا عادة متوسط بيكون عم تشتغل فيه الاسواق، هذا المتوسط لما يصير في انحراف بشكل عادي، يعني ستاندرد ديفيشن نحن عادة بنشوفه يصير في انحراف عنه بشكل قوي جدا، بس بيضلوا محمول، ما عم بيأدي لحركة أو ما عم بينشئ اتجاه محدد، يعني بعده عم بيخلي لنا في سوق متقلب. هيدي بيكون أفضل الأوقات يلي ممكن نحن نستعمل فيها هيدي المؤشرات، فبتكون هي هونيك عندها فائدة أكتر. طبعا نحن فينا نستعمل هيدي المؤشرات لحالها، وفينا نستعملها مع مؤشرات أخرى فيها تدعم إشارتها. فينا نستعمل نحن بأبسط مثل، فينا نستعمل مع المتوسطات المتحركة كفلتر، يعني عم نحن ناخد دلالة أو إشارة
من هيدا المؤشر، بنحط معه بعض المؤشرات الثانية بس لحتى يصير في تأكيد من أكثر من مؤشر على الدلالة اللي عم ناخذها. هيك بنكون نحن تقريبا عم نجرب نعمل مثل فلتريشن، أو عم نجرب نعلي فرصنا بإصابة الفرص الصحيحة في السوق. فهي مؤشرات تذبذب بشكل عام. رح ننتقل لنحكي عن مؤشر القوة النسبية أو Relative Strength Index. هو واحد من أهم المؤشرات بالتحليل الفني، يعني معظم المتداولين بيحكوا عن Relative Strength Index، معظم المحللين في الشركات بنشوف نحن لما يكونوا عم بيحكوا عن السوق بيكونوا حاطين طبعا مؤشر Relative Strength Index، بيكونوا عم بيفرجونا القوة النسبية للسعر الحالي، القوة للسعر الحالي نسبة عدة أسعار اللي كانت موجودة في الفترة السابقة. فهي مؤشر قوة النسبية Relative Strength Index يقيس قوة السعر الحالية بالنسبة إلى الأسعار السابقة. هو بيطرح عنا إشارات بيع وشراء، يعني عم بيخلق لنا إشارات بيع وشراء في السوق. وكمان نرجع بعيد وبكرر، حسب نحن كيف عم نستعمل هيدا المؤشر، إذا عم نستعمله لحتى نرجع ناخد إشارات للعودة للمين، للعودة للوسط، أو عم ناخد منه إشارات عم نراهن نحن إنه السوق حيكون في حركة اتجاهية منه عند صعود هذه المؤشرات لمنطقة، يعني عندما تقترب من منطقة ذروة البيع، ذروة الشراء وذروة البيع. يعرض كمان ذروة الشراء والبيع مثل ما حكينا، هي في عنده مستويات، لما تطلع فوق مستوى معين بيعتبر السوق انه صار في زخم كتير قوي عليه، وصار طالع بشكل كتير بدون ما يعمل اي تصحيحات تذكر واضحة. فهذا الشيء بيخلق او بيزيد من فرص انه يصير في تصحيح في السوق وعودة للمستويات المتوسطة. فهون نحن بيعرض لنا ذروة الشراء وذروة البيع. يؤكد حركة السعر عادة بتكون المؤشر عم بيرتفع، يعني نحن عم نحكي انه قوة السعر الحالية بالنسبة للأسعار السابقة، يعني نحن عم نشوف شو عم بيصير هلأ نسبة للأسعار السابقة. يعني إذا عم بيرتفع السعر مفروض يكون المؤشر عم بيرتفع معه والعكس صحيح. بس كمان في عندنا بعض الحالات يلي هي نحن بنقلها تباينات بين السعر وبين المتوسط المتحرك، يلي هي نحن بتعطينا مثل انذار انه ممكن يصير في انعكاس بالسعر. هون بيكون نحن السعر عم بيترجم مستويات مرتفعه اكثر من الفتره السابقه، بس المؤشر ما بيكون عم يرتفع اعلى من الفتره السابقه او اعلى من مستويات الفتره السابقه يلي كان وصلنا. فهلق رح نحكي نحن رح نشوف المتوسط، رح نشوف المؤشر القوه النسبيه ك مؤشر هو لحاله كيف نحن بنقدر ناخذ منه الدلالات، وكمان راح نشوف التباين بين مؤشر القوة النسبية والسعر. هذا هو مؤشر القوة النسبية. عم نشوف نحن أمامنا الرسم البياني تبع اليورو دولار، هيدي كانت خلال فترة نيسان أبريل نيسان وأيار مايو. عم نشوف الحركة السعرية موجودة، وعم نشوف بشكل واضح كيف عم بيتحرك مؤشر القوة النسبية أو Relative Strength Index تحته. عم نشوف نحن أنه السعر فيه يرتفع لمستويات عالية، بس Relative Strength Index موجود بين 0 و100 نطاق. عم نحكي هون في عنا نطاق عنا 30 و70، يلي هن بعض المتداولين بيعتبرون أنه فوق ال70 بصيروا عم نوصل لذروة الشراء، وتحت 30 عم نوصل لذروة البيع. بس طبعا هيدا الشيء منه خلص قاعدة محددة. نحن فينا حسب شهيتنا على المخاطرة أو حسب قديش نحن قادرين نخاطر بنحط هيدا مستويات. يعني انا اذا بدي اخذ مخاطره عاليه بحط مثلا مستويات 80 20، في احط 85 15، في احط 90 10. شيء طبيعي انه ما راح اكون عم باخذ ما عم باخذ اشارات كثيره، بس طبعا بكون انا عم بعلي نسبه النجاح لهيدي الاشاره. بس طبعا نحن ما بنكون عم ناخذ اشارات كثير، يعني عده اشارات. اذا نحن بالشكل الثاني عم نحطها مثلا عم نحط 70 30، ممكن يكون في عنا اشارات. هلا نحن عم نحكي على ميتا تريدر 4 على المنصه، رح كون عم فرجيكم شو الاختلافات لما نكون نحن عم نغير مستويات وكمان عم نغير الاعداد لل ار اس اي. مؤشر القوه النسبيه، اشاره شراء على مؤشر قوة نسبية إذا نحن عم نشتغل للرجوع للوسط، للعودة للريفيرجن تو ذا مين بنقلها، بنكون نحن عم نفتش على إشارة شراء عندما يعبر مؤشر القوة النسبية فوق خط ذروة البيع يلي هو 30. إذا نحن مختارين 30، يعني لنعتبر صار في انخفاض تحت 30، 25، 20، لنعتبر 15، وصار في عودة للسوق. ولما يصير في ارتداد في السوق ويرجع يطلع مؤشر القوة النسبية فوق خط 30، نحن بندخل ب صفقة. وهيك بيكون نحن عم ندخل، طبعا بنكون عم ندخل شوي مؤخرين عن القاع
اللي كان موجود، بس كمان بنكون نحن عم ناخذ شويه فلتريشن بهذا الموضوع، انه خلص صار في حركه مثلا نعتبر من 20 ل 30 على مؤشر القوه النسبيه، فهذا شوي بزيد من احتماليه النجاح للفرصه، فنحن بندخل من 30 وصعودا مثلا لل 50. فينا كمان نعتبر مستويات مؤشر القوه النسبيه لخروج من السوق، يعني نعتبر نحن دخلنا بعمليه شراء لما لما المؤشر رجع تخطى 30 بعد ما كان عم يتداول تحته، ونحن بنحط مثلا إذا شفنا المؤشر وصل لمستوى الـ50 فينا نحن نغلق الصفقة الشرائية اللي كنا نحن عم ناخذها. هيدي واحدة من الإشارات. الإشارة العكسية تبعها إذا نحن عم نبحث عن اختراق نقطة معينة، مثلا في عندنا نقطة دعم معينة وعم نبحث عن اختراقها أو عم نبحث عن حركة اتجاهية في السوق، فنحن بنكون نحن إذا عندنا نقطة مقاومة، إذا نحن عم نبحث عن نقطة شراء، بيكون طبعا عندما يعبر مؤشر قوة نسبية، في ناس مثلا على الـ50 بتقول لك إنه الـ50 هو نيوترال، إذا طلع فوق الـ50 بيكون بلش يعطينا شوية إيجابية نحن ما ندخل في السوق، وفي بعض المتداولين بينتظروا لمستويات مرتفعة أكثر مثل 70 مثل 75، في بعض المتداولين بيستعملوا 80، حسب كمان هيدا بيتناسق مع الإعدادات اللي هن حاطينها للفترة اللي هن عم بيعملوا الدراسة على أساسها. كمان بيكون عندما يتم اختراق مستوى معين في الار اس اي بيكون في عمليه شراء في السوق. على العكس تماما، لما نحن عم نبش على عمليه بيع او اشاره بيع، عندما يعبر مؤشر القوى النسبيه اسفل خط ذروه الشراء اللي هو 70، يعني نحن عندنا مستوى 70 كان السوق عم يتداول فوقه، المؤشر عم يتداول فوقه، لما صار في ارتداد من هذا المؤشر ونزل تحت خط ال 70، يعني نحن عم نقوم بعمليه بيع وعم نمشي مع السوق للعوده الى الوسط او عوده للمتوسط يلي نحن كنا عم نتداول عليه بالفترة الأخيرة. وإشارة بيع إذا نحن عم ننبش على اتجاه عن حركة اتجاهية عن اختراق للسوق، فطبعا كمان نفس الحالة اللي كنا عم نحكيها، في بعض المتداولين بياخذوا عملية بيع عندما يتم خرق مستوى الـ50 إلى الأسفل، وكمان بعض المتداولين بفضلوا إنه ينطروا خرق نقطة الـ30، وهون بيكونوا هن عم بيدخلوا بحركة اتجاهية، عم بيراهنوا إنه رح يصير في حركة اتجاهية قوية في السوق مثل اللي صارت بالآونة الأخيرة، وكمان رح نحكي عنها هلا على منصة MetaTrader 4. هيدي بشكل واضح شو هن الدلالات الواضحة جدا لمؤشر قوة نسبية أو ما يعرف بالـ Relative Strength Index. في عنا تباين مؤشر قوة نسبية والسعر، شو يعني؟ عم بصير في اختلاف بالحركة بين المتوسط، بين مؤشر القوة النسبية وبين السعر، مثل ما عم نشوف أمامنا على الأسهم هون، عم نشوف السعر عم ينخفض بس المؤشر ما رجع سجل انخفاضات جديدة، يعني هون عم نشوف السعر بمستوى منخفض طبعا، وعم نشوف الـ RSI عم تتداول تحت 30، بس الـ RSI هون ارتفعت بينما السعر اكمل لنزول. هيدا بنقوله نحن دايفرجنس او تباين. هيدا التباين عاده نحن بيخلق لنا فرصه او دلاله انه ممكن يصير في انعكاس بالسعر، فنحن معظم الاوقات يا بنتداول بشكل انه بس يرجع يخترق فوق 30 نرجع ندخل فيها، او بننطر لكسر نقطه المقاومه اللي موجوده على السوق اللي هي كانت بهيدي المستويات، وبصير في عنا عودة بيحصل عن حركة اتجاهية مثلا أو تصحيح للحركة القوية اللي كانت الحركة الهابطة اللي كنا عم نشهدها في السوق، وبصير في حركة موجودة. هون كمان عندنا نفس الطريقة، عندنا عم نشوف السعر عم يرتفع مرة اثنين سعر أعلى، بس كمان الـ RSI عم بيكون عم بيسجل مرتفع أدنى من السابق، هي عم بيعطينا إشارة للبيع. وهون طبعا نحن حسب المتداول إذا بده يكون هو عم ينطر لخرق نقطة الدعم اللي كانت موجودة طبعا ما أخذ هون دلالة، وإذا كان هو المتداول عم بينطر لحتى الـ RSI يرجع ينزل تحت الـ70 كان أخذ أكيد هيدا الحركة الصغيرة التصحيحية. نحن عم نستعمل هون أو الرسم البياني تبع الساعة، يعني المفروض هون عندنا تقريبا بحدود الـ 40 50 نقطة تصحيح على الحركة السعرية. وفي عندنا كمان تباين ثالث عم بصير، يعني عندنا مرتفع مرتفع ومرتفع أعلى منه، بينما عندنا مستوى مرتفع أدنى من السابق مرة واثنين، وهي عم بيعطينا دلالة إنه السوق عم بيرجع ينخفض، وهون صار في عندنا هبوط من ناحية تقريبا 1.41 55 لل1.40، يعني عم نحكي 150 نقطة هبوط في السوق. كمان في عندنا هون دلالتين واضحين، عندنا ما كثير واضح هذا دايفرجنس لأنه عم نشغل الـ RSI تقريبا بنفس المستوى بينما عندنا سعر أعلى، فيفضل إنه ما ندخل عندما يكون الـ RSI متقارب جدا، يفضل لما ندخل بالرغم من انه شفنا حركه سعريه واضحه، بس عاده نحن لازم كمتداولين نكون عم نفتش على الفرص الاوضح وما نكون عم ناخذ مخاطره عاليه في الاسواق. هون كمان على نفس الطريقه كنا عم نشوف سعر عم ينخفض بس متوسط المؤشر القوه النسبيه عم بيعود ويرتفع، هذا الشيء عم بفرجينا انه في
شوية ضعف بالاتجاه الموجود، وممكن يصير في انعكاس، وبالتالي صار في عنا انعكاس، ارتد السوق من 1.38 تقريبا لل1.40 بهيدي الناحية. هون في عنا عم نشوف كمان في عنا تباين، عم نشوف السعر مرتفع بعدين انخفض السعر وعمل مستوى مرتفع أعلى منه، بس كمان مؤشر القوة النسبية عمل مرتفع أدنى من السابق، وهون كمان صار في عنا ارتداد. يعني عم نشوف خلال فترة تقريبا أسبوعين، أقل شوية من أسبوعين، عم نشوف كم فرصة قدرنا ناخد من خلال التباين فقط، مش عم نحكي من خلال الإشارة يلي كنا حكينا عنها بالسابق، يلي مثلا عند عودة مؤشر قوة نسبية من 30، هون عملنا سكالبينج بس صار في عنا عملية ناجحة، هون كمان صار في عنا عملية ناجحة، صار في ارتداد، هون صار في ارتداد بسيط بس من بعدها كمان صار في ارتداد واضح وصريح، هون كمان عند هيدي المستويات صار في ارتداد بسيط، ارتداد بسيط وارتداد بسيط. يعني نحن ما ننتبه لشغلة، ما في اليوم في عنا متوسط، ما في عنا مؤشر انه هو خلص هيدا المؤشر يلي رح يعملنا ملايين، وهيدا المؤشر هو رح يربحنا، وهيدا المؤشر ما بيخطئ. في عنا مؤشرات يلي بتشتغل لما يكون في نطاق عرضي، وفي عنا مؤشرات بتشتغل لما يكون في اتجاه واضح في السوق. فطبعا هيدي المؤشرات لما يكون في حركة معاكسة ما رح تعطي ما رح تعطي التوقع او الإشارة القوية والثابتة اللي نحن متوقعينها منها. فهيدي كل شيء ما نحكيه عن مؤشر القوة النسبية. رح ننتقل لمؤشر الستوكاستيك، وأيضا هو واحد مؤشرات التذبذب الأساسية والرئيسية في الأسواق المستعملة. هو تم اكتشافه أو اختراعه من قبل جورج لين بأواخر الخمسينات، يعني نحكي تقريبا عبر بحدود 60 سنة. هذا المؤشر هو مؤشر الزخم، بقارن سعر الإغلاق لا أداة مالية معينة، لسهم، لعملة، عم نحكي للذهب، فضة، شو ما كان فينا نحطه، نعمل هيدي الدراسة على أداة مالية معينة، على سعر أداة مالية معينة، عم بقارن سعر الإغلاق الحالي بمجموعة من أسعاره على المدى فترة زمنية معينة اللي نحن بنقيها في الإعدادات. هو بالبداية كان عم يستعملها على رسم البيان اليومي، عم يستعمل آخر أسعار لآخر 5 أيام، عم يستعمل اعلى مستوى وادنى مستوى، وعم بيقارن مع سعر الاغلاق. بهيدي الناحيه بيقدر هو يجيب الرقم. وفي عنا كمان الخط الاخر يلي هلا رح نحكي عنه، يلي هو مثل متوسط متحرك تابع للخط الاولاني، رح نحكي عنه بالسلايد الجاي. يمكن تقليل حساسيه المذبذب لتحركات السوق عن طريقه تعديل تلك الفتره الزمنيه. يعني نحن لما نختار بالاعدادات عم نعلي الاعدادات تبعنا، عم نعلي الفتره الزمنيه يلي عم نعمل عنها هيدي الدراسه، او عم نحط عليها هيدا المؤشر ليعطينا الدلاله، بيكون طبعا less sensitive للماركت، يعني بيكون حساسيته اخف لتحركات السوق. وعندما نحن طبعا بشكل واضح لما نحن نصغر او نعمد لنستعمل إطار زمني، أو عم نستعمل بيريود أو أعداد قليل الوقت، طبعا بده يكون في حركة على المؤشر. هذا مؤشر بيتم استخدامه لتوليد إشارات تداول ذروة الشراء والبيع. طبعا هو كمان بيستعملوا عليه 80 و20، في ناس تستعمل 10 و90. هو طبعا بيتداول بين مستوى 0 و100، ما في يطلع فوق ال100 وما في ينزل تحت الصفر، وبيكون في عنا خط لذروة الشراء وذروة البيع نحن بنحدده. بطبيعة الحال المتداولين بيستعملوا 20 و80، ونحن بنقدر نحط أكيد حسب المخاطرة طبعا، بنقدر نحط مستويات يلي بدنا هي. يعتبر فوق 80 بشكل عام ذروة الشراء، وأقل من 20 يعتبر ذروة البيع. هذه هي عن مؤشر الستوكاستيك. شو هن الأعدادات طبعا مؤشر الستوكاستيك؟ عندنا percentage K و percentage D. percentage K هو عم بيعطينا سعر الإغلاق الحالي ناقص المنخفض، أو نطرح منه المنخفض يلي هو أدنى سعر لامسه، نعتبر نحن نقينا اخر خمس شمعات على الرسم البياني، يعني نحن عم نعمل دراسه عليهم. بياخذ سعر الاغلاق هلق، بيطرح منه المنخفض ادنى مستوى لامسه السوق خلال 5 ايام السابقه، بيرجع بيحطهم بيقسمهم على المرتفع، يعني اعلى سعر وصله السوق خلال 5 ايام الماضيه، ناقص او بيطرح منه ادنى سعر لامسه خلال اخر 5 ايام الماضيه، بيطلع في عنده هذا المستوى، هيدا بيقسمهم على بعضهم بيضربوا 100، بيطلع في عنده المؤشر. بطبيعة الحال لما يكون في الإغلاق عم بيكون قريب للمرتفع، طبيعي نحن يكون في عنا رقم عالي يلي هو هيدا الشيء بيدل انه نحن عم نقرب صوب ال 80، صوب ال 90، او صوب مستويات ال 100. واكيد اكيد طبيعي طبعا، يعني لما يكون مستوى الاغلاق قريب للمنخفض بده يكون في عنا رقم صغير، يعني بحدود ال 10، 15، 20، او حتى قريب للصفر. فهيدي البرسنتج دي هو متوسط المتحرك البسيط لكي، يعني نحن حكينا عن متوسطات المتحركه، عم بياخذ عنا كي. اذا نحن حاطين 3 يعني عم بياخذ
المستوى تبع كي مرة 2 3 السابقين وعم يقسمهم على 3، وهذا الشيء اللي بيعطينا نحن المتوسط المتحرك البسيط لدي. يعني عادة شو الإشارات اللي نحن بناخذها منهم؟ إشارة شراء عندما يكون مؤشر ستوكاستيك أدنى من خط ضرورة البيع. إذا نحن اخترنا 20 يعني عم بيكون عندنا البرسنتج كي وبرسنتج دي اثنيناتهم تحت مستوى ال 20، وبيتم عبور البرسنتج كي فوق البرسنتج دي. يعني هيدا الخط كي عم بيطلع فوق الخط دي، عم بيخترقوا للاعلى. هون بيكون في عنا سيجنال او اشاره للشراء بشكل طبيعي. يعني نحن فينا نعتبرهم للكي والدي، الكي هو السعر والدي هو المتوسط المتحرك. لما الكي يطلع فوق الدي يعني عم بيعطينا اشاره شراء، ولما الكي ينزل تحت الدي بيكون عم بيعطينا اشاره بيع. بس نحن لحتى نكون على الجهه الامنه اكثر عم نستعمل معهم خط ضروره البيع وخط ضروره الشراء. اشاره بيع عندما يكون مؤشر ستوكاستيك اعلى من خط 80 ضروره الشراء، والخط او برسنتج كي وعبر خط برسنتج دي للاسفل عم نقوم بعمليه بيع في السوق. امامنا مؤشر الستوكاستيك عم نشوف هون في عنا اختراق لل برسنتج كي والبرسنتج دي، عم نشوف في عنا كسر مره واثنين، وعم نشوف السوق عم يرجع ينزل. وهون كمان يعني الخط الاخضر هو الكي والخط الاحمر هو الدي، عم بيتم خرق الخط الاخضر فوق الخط الاحمر وعبور خط الاخضر فوق الخط الاحمر تحت مستوى ال 20، عم بيخلق لنا كمان اشاره شراء. هون عم نخلق لنا اشاره بيع وايضا اشاره بيع واشاره شراء. فهيدي الدلاله الواضحه للمتوسط للمؤشر الاستوكاستيك. هون في عنا تباين رح نحكي عنه بالصوره القادمه. هيدا التباين اللي كنا حكينا عنه بمؤشر القوة النسبية أو Relative Strength Index بصير لما الستوكاستيك يكون عم بيعمل مرتفع أدنى من السابق، بينما السعر بيكون عم بيعمل مرتفع أعلى. الآن ناخد هيدي الطريقة هون، نفس الرسم اللي كنا حاطينه على الـ RSI، عم نشوف السعر عم بينخفض أكثر. عم نشوف هون الستوكاستيك ارتفع، يعني عنده سجل انخفاض أعلى من الانخفاض السابق، وصار في عنا أكيد عملية شراء. يا نحن ننطر لاختراق الأخضر فوق الأحمر ومنقوم بعملية الشراء هون على الأدنى، أو ننطر طبعاً بطبيعة الحال كما ذكرنا بالسابق أنه ننطر اختراق نقطة المقاومة الموجودة لا يصير في حركة اتجاهية واضحة. وهون كمان عم نشوف بالعكس في عنا حركة سعرية أعلى مرة اثنين، وعم نشوف برسنتج عم نشوف الستوكاستيك عم بيعمل مرتفع أدنى من المرتفع السابق، وعم يصير في طبعاً حركة عكسية. عم نشوف هون أنه التباين مؤشر الستوكاستيك كان احسن من تباين مؤشر الـ RSI او Relative Strength Index بهيدي الحاله هون، بينما بالفترات السابقه هون كنا عم فرجينا مؤشر الـ RSI تباين اوضح، وعم بيكون في عنا كان ارتدادات او دخول بالسوق كان اوضح شوي. فنحن فينا نستحط المؤشرين سوا، ولما الإشارة تبع هود المؤشرين تتناسق بنكون نحن عنا دلالة أوضح للسوق. طبعا على الـ RSI كنا عم نستعمل فترة زمنية عم نستعمل 14 أو إعدادات 14، بينما على الستوكاستيك عم نستعمل 5 ب 3. يعني على الـ RSI عم ناخد حركة السعر الحالية نسبة لآخر 14 شمعة، بينما على الستوكاستيك عم ناخد الحركة الحالية نسبة لآخر 5 شمعات. هيدي هي بالمغزى المعلومات لما نقدمها. هلأ رح ننتقل لمنصة MetaTrader 4 لحتى نحكي أوضح على المنصة بكيف نحن فينا نستخدم هودي المؤشرات. أوكي، نبلش بالـ RSI. الـ RSI موجودة هون، كمان فينا نحن نلاقيها بالـ Oscillators. بنكون هون Relative Strength Index أو RSI، فنحن فينا نوضع الـ RSI أمامنا. بالإنبوتس أو بالإعدادات بننقي نحن الفترة اللي عم نعمل الدراسة عليها، بنحط 14، ونحن طبعا من هون نحن نقدر نغير المستويات. فينا نحط 30 70، فينا نحط 20 80، فينا نغير يلي بدنا هو. وطبعا كمان فينا نعمل لون أوضح شوي مثلا لحتى يبين أمامنا. عم نشوف إنه بالحركة الاتجاهية الواضحة في السوق كان الـ RSI، إذا نحن عم نفتش على مستويات عودة للمتوسط المتحرك بهذه الطريقة، هون كان في عنا حركة سكالبينج، ممكن يكون في ضرب للستوب لوس تبعنا،
قبل ما رجع السوق كفى باتجاه معين. أما يلي عم بيفتش على حركة اتجاهية وعم بينتظر لاختراق السعر فوق اختراق المؤشر فوق نقطة السبعين قدر استفاد من كل هذه الحركة السعرية الحركة الاتجاهية الواضحة. بس لما نشوف هون السعر عم بيشتغل بنطاق عرضي واضح، يعني هيدا نحن بنستعمل رسم بياني تبع الساعة وعم نشوف نحن هيدي الحركة من 20 شهر تموز يوليو لحتى اليوم. عم نشوف لو نحن آخر مؤشرات أخذناهم إذا عم نستعمل 30-70 هون كان في عنا عملية شراء، هون كان في عنا عملية بيع تقريبا، وكان في عنا تباين بين السعر وبين الـ RSI. يعني عم نشوف إذا بنقرب هون كان في عنا سعر أعلى بينما كان في عنا RSI أو مؤشر القوة النسبية ما عمل مرتفع أعلى منه، بالعكس صار في مرتفع متدني على المرتفع السابق، وهون صار في عنا ارتداد واضح في السوق. هون كمان إذا نحن عم نبش على عملية شراء صار في ارتداد بالسوق بنحو تقريبا 30 نقطة، وبهيدي الناحية كمان إذا نحن عم نرجع ننطر للسعر يطلع فوق 30 RSI لنعتبر عم ننطر كمان إغلاق الشمعة، صار في عملية شراء على 71. إذا عم بحط ستوب لوس تبعنا على 70-75 اللي هو المستوى المتدني السابق للسعر، نحن السوق قدر يمشي تقريبا 50 نقطة للأعلى، يعني صار في عنا ريسك تو ريورد عم نخاطر ب 25 نقطة، وصار في تقريبا ارتفاع ل 50 نقطة بالمقابل. في بعض المتداولين كمان بينطروا لعملية بيعية لما السعر يضرب مثلا بال 70، وبينطروا لإقفال العملية للسعر يعطيهم حركة أو إشارة معاكسة، يعني السعر عم ينزل لمستوى 30، يعني بيكون باع على هيدي النقطة وسكر على هيدي النقطة. يعني عم نحكي تقريبا بحدود السعر كان لمس هون مستويات تقريبا 72-17، عم نحكي على الإغلاق، لناخذ الإغلاق الأدنى اللي هو 72-03 نعتبر 72، صار في كمان ارتداد لهيدي النقطة لناخذ هيدي الإغلاق اللي هو 71-30، عم نحكي 70 نقطة خلال تقريبا نهار أو نهارين تداول، اللي هو كمان شيء يعني رقم كبير نسبة لحركة الأسترالي اللي كنا عم نشهدها آخر 3 أسابيع. يعني إذا بنشوف الـ ATR على الأسترالي أو الـ Average True Range اللي كنا عم نشوفه خلال 14 يوم السابقين، نحن في عنا الـ ATR عم يتداول تقريبا حوالي 16 نقطة على الرسم البياني الساعة، نحن صار في عنا حركة بحدود 70 نقطة قدرنا ناخذها من هيدا المؤشر. راح نحط الديلي تشارت وراح نشوف يعني على الحركة الاتجاهية. طبعا على الحركة الاتجاهية يعني بعض المتداولين يلي بيكون عم يبيع بهيدي النقطة صار في عنده حركة واضحة قوية، بس أكيد بده يكون عم يعمل تريل ستوب قريب لحتى ما يكون هو عم بيعرض حاله لخطر عالي وبيصير في ارتداد في السوق. يعني ما كان في عنا حركة اتجاهية واضحة كان طبعا اللي عم بنبش على عمليات اختراق أو عمليات اتجاهية كان عم بيستفيد من العملية تبعه. في بعض المتداولين بيكونوا هن لما عم بيعملوا التحليل الأساسي تبعهم بيكونوا مراهنين إنه رح يصير في حركة اتجاهية، فبصير كل ما السوق يخترق نقطة 30 للأدنى بيكونوا عم بيبنوا مركز، فبيكون عم ببيع بهيدي النقطة بعدين عم ببيع بهيدي النقطة بعدين عم ببيع بهود النقط هون بعدين عم ببيع بهود النقط هون، وطبعا بيكون في تريل ستوب واضح، ف بعتقد انه بيكون خرج بهيدي المستويات فبيكون عمل مركز جيد جدا بالنسبه للحركه اللي كان كنا شاهدناها في الاتجاه. طبعا نحن اذا ما نروح لشوي نكون على السيف سايد فينا نحط المستويات 20 80 مثلا، عم نشوف انه لما بعدت المستويات صار في عنا اكيد دلالات اقل. اذا نحن عم نلبش على عوده صار في عنا هون ارتفاع من 66-80 لتقريبا 67-70، يعني عم نحكي بحدود 90 نقطة. إذا صار في عنا كمان ارتداد من هون يعني نحن عطانا إشارة دخول على 58-76 ورجع السوق ضل مرتفع. إذا عم ننتظر ليوصل ل80 ليعطينا إغلاق عطانا إغلاق على 69-87، وهون كمان صار في عنا عملية بيعية وفينا نكون نحن بعدنا حاملين. إذا عم نبش يعني اليوم ما بدنا نشوف إنه نحن هيدا المؤشر فيه يعطينا مصاري ونبش بس على الإشارات الإيجابية. يعني أنا إذا عم بنطر لحتى يرجع ينزل للعشرين لحتى سكر كنت أنا هون أكيد عندي خسارة، ويمكن كمان كان دروب الستوب لوس تبعي. يعني أنا اليوم بدي أحدد الاستراتيجية تبعي، بدي أحط أوامر معينة، بدي أحط قوانين معينة. هذه القوانين بس تصير بقوم أنا بعملية بالسوق، وكمان كمان بدي أحط قوانين للإغلاق وبدي أحترم هودي القوانين اللي موجودة يلي أنا وضعتها لاستخدام هيدا المؤشر. هيدا كل شيء للـ RSI. كمان الستوكاستيك فينا نشوفه من هون، ستوكاستيك أوسيليتور أو ستوكاستيك بنحطه على الرسم البياني. طبعا في عنا الاعدادات الكي والدي بيريود والستوينج بيريود للموفينج افريج، فنحن عاده بنركز على هودي الاثنين. نحن اذا عم نحط 5 هلا رح نعمل مقارنه قبل ما ننتقل لل
للستوكاستيك. راح نفرجيكم بس البيريود. اذا نحن حطينا 5 مثلا، وفينا نحن ننقي هون طبعا، فينا نحطه لسعر، يعني عم قارن سعر الاغلاق، عم نقارن اعلى سعر ادنى سعر الفتح، اعلى سعر ادنى سعر، وهون كمان في عندنا الميديان برايس اللي هو سعر بيجمع سعر اعلى سعر وادنى سعر بيقسمهم على 2، في عندنا التيبكال برايس اللي هو بيجمع اعلى سعر وادنى سعر وسعر الاغلاق بيقسمهم على 3، وفي عندنا الويتد كلوز اللي هو بيستعمل اعلى سعر وادنى سعر وبيستعمل سعر الفتح وبيحط بسعر الاغلاق عفوا، بيحطه مرتين وبيقسمهم على 4، فهو عم بيتقل على سعر الاغلاق. فنحن اذا بنختار الكلوز بطبيعه الحال وعم نحط 5، عم نشوف طبعا قد ايه عم بيكون اسرع او عم يتذبذب اكثر المؤشر يلي عنده البيريود 5 مقابل بيريود 14. فنحن هون بنكون عم ناخذ، ممكن يكون عم ناخذ اشارات اكيد اكثر، بس طبعا لما يزيدوا الاشارات بتزيد نسبه الخطا تبعهم او نسبه الفشل تبع هيدي الاشارات. اوكي، هيدي هي بالنسبه لمؤشر القوه النسبيه. راح نروح على الستوكاستيك، وهيدا الستوكاستيك 5/3. طبعا نحن هون فينا ننقي كمان الويدث نحطهم بهذه الطريقه، وفينا ننقي الليفلز تبعنا اللي هن نحن عم نختارهم ب 20 و80. عم نشوف اذا نحن عم نشوف على ديلي شارت، عم ننطر. نحن كنا حكينا في السابق انه نحن وحده من المؤشرات اللي فينا نستعملها او وحده من الدلالات هي يتم اختراق او عبور الخط الاخضر فوق الخط الاحمر تحت خط ال 20، وهون كانت عم بتصير بهيدي الطريقه، وكنا عم ندخل بمركز شراء تقريبا بهيدي المستويات، وعم بيصير في ارتفاع للسعر. هون كان عم بيعطينا اشاره بيع، كمان صار في حركه سعريه. هون تقريبا كمان عم بيعطينا اشاره شراء، مع انه قريب شوي لل 20 بعض المتداولين ما بياخذوها. هون كان عم بيعطينا اشاره بيع، يعني بكل المحلات اللي كان عم بيعطينا اشارات بيع تقريبا كنا عم نشهد على القليله حركه طفيفه بهذا الاتجاه. يعني اذا حدا كان عم بيعمل سكالبينج او عم بيعمل سوينج تريدينج خفيفه وما عم بيطمع بعدد بيبس كتير، كان طبعا عم بيقدر يستفيد من الاشارات تبع هذا المؤشر. ما بدنا ننسى انه نحن عم نستعمل 5/3، يعني عم نكون كثير عم بيكون حساس المؤشر لاي تحركات. اذا بنحط مثلا 21 ب 5 لنعتبر كيف تغير وفرقت، يعني عم بيعطينا دلاله اوضح، عم بخف عم بخف السنسيتيفيتي تبعه او الحساسيه تبعه على تحركات السوق، وعم بيعطينا طبعا اشارات على مدى اطول. يعني هون اعطانا اشاره دخول، هيك لوين اعطانا اشاره البيع مثلا بدل ما يكون عم بيعطينا اياها على القمه السابقه. كمان في عندنا شيء اللي نحن يعني نحن بنقله دايفرجنس. كان في عندنا دايفرجنس طفيف هون، بس طبعا كمان المتداولين يلي ما عم يلي عم بيكونوا شوي اون ذا سيف سايد عم بنبشوا على اختراق لهيدي النقطه، ما دخلوا بهيدا الاتجاه، بينما المتداول يلي عم بينتظر هيدي النقطه عم بينتظر فقط خرق الخط الاخضر تحت الخط الاحمر كان عم ببيع بهيدي المستويات، وشهد السعر ارتداد من 64 80 تقريبا قد المستوى كان 63 70، يعني تقريبا بحدود ال 110 نقاط. فنحن اكيد ما بننصح معاكسه الاتجاه خاصه لما يكون الاتجاه قوي. فطبعا نحن بهيدي الطريقه نقدر نحن نزيد متوسط متحرك بطريقه بسيطه، يعني بس بنحط ترند، بنحط موفينج افريج، وهيدا الموفينج افريج عم نحطه لنعتبر عم نحط موفينج افريج 100. فنحن ما بدي اخذ انا اشارات الا انا بدي زيد فلتريشن، بدي اخذ اشارات كل ما يعطيني اختراق الاخضر فوق الاحمر والسعر عم يتداول فوق المتوسط المتحرك، انا بدي ادخل بهيدي العمليات الشراء مثلا. في يكون عم بستعمل بهيدي الطريقه، عم بستعمل هيدي الحركات طبعا، في يحطه بطريقه حساسه اكثر، فبكون انا عم باخد مثلا عملية شراء هون، برجع عم باخد عملية شراء كمان هون، عملية شراء هون، عملية شراء هون. يعني انا عم بعتمد على الموفينج افريج او المتوسط المتحرك ليعطيني مثل فلتريشن اكثر، وعم يشيل الاشارات يلي انا ممكن شوفها انه هي بتكون مخالفة للترند. فانا بكون بس عم بنتظر تصحيحات سعرية لحتى انا بكون عم بدخل بهيدا الاتجاه. يعني انا اذا بحط الار اس اي، بحط الار اس اي بهيدي الطريقة، راح نستعمل شيء شوي عنده حركة غير اليورو دولار، غير ال اوكي، راح نعتبر مثلا اليورو دولار. عم نحط نحن المتوسط المتحرك، اوكي. فبكون انا هون شو عم بعمل؟ عم بنتظر لما يصير في تصحيح في السوق، عم بينزل مثلا الار اس اي
لتحت ال 30، بينما السعر عم بيكون بعده فوق المتوسط المتحرك، انا بكون عم فتش على عمليات شراء في السوق. عاده يعني كثير قليل لحتى تصير، لانه نحن بدنا ننتظر يصير في تصحيح قوي في السوق لحتى ينزل الار اس اي لتحت ال 30 لحتى يعطيني عمليه دخول. فعاده لما تقل العمليه انه تصير، فعاده لما يحدث هيك اشاره بتكون نسبه نجاحها بتكون اعلى. يعني انا عم بنتظر شيء، يعني مثلا بيعطيني مثلا اشاره او اشارتين بالشهر، يعني انا عم بعمل كثير مجهود انه نقي الاشارات الصائبه من الاشارات الخاطئه. يعني بدل ما يكون عندي كثير اشارات، بكون انا عم باخذ اشارات قليله بس عندها نسبه نجاح اكثر. يعني عم اعتبر مثلا بهذه الطريقه هون عم نشوف تقريبا، ما منا كثير واضحه، بس عم نشوف المتوسط المتحرك السعر ادنى منه، وعم نشوف الار اس اي ارتد لل 70، ومن ال 70 رجع نزل الار اس اي، فهذا ممكن يكون عم يعطينا دلاله او حركه سعريه معينه. فهيدي هي الندوه لليوم، يعني المؤشرات اللي حبينا نحكي عنهم. إذا حدا عنده أي من الأسئلة، بتمنى عليكم اسألوهم لحتى نقدر نوضح إذا في شيء ما كان مفهوم. بس بحب أذكر إنه كل المعلومات والآراء والتحليلات والأخبار المذكورة بهذا البرنامج التعليمي عبر الويب هي فقط لأغراض تعليمية محض، وما بينبغي اعتبارها إشارة شراء أو إشارة بيع لأي من الأداة المالية معينة. وآي سي إم ما بتقدم أي نصيحة استثمارية. إذا حدا عنده أي من الأسئلة، من عليكم. إذا حدا عنده أي من الأسئلة، ممتاز. لكان هذه هي الندوة لليوم. شكرا لحضوركم، وإن شاء الله نلقيكم بالندوات المقبلة في الأسبوع القادم.